ممكن وانت مهذب ومحترم تتعزم في بيت حد فيعزم عليك بأكلة انت مش بتحبها فتاكلها مرة كده كنوع من جبر الخطر او ادب، وتتكسف تعتذر عن حاجة زي كده، لكن لا شك ان انت بتكون مش مستريح. وهنا الخبراء ينصحوك انك تعمل زي ما سيدنا رسول الله عمل لما تعزم عليه بسحلية بضب، فقال اني اعافه فليس بارض قومي. عايزك تتصور لو اللي بيتقدم لك ده حاجة انت مش بتحبها، بس في المعاملة أسلوب معين من شخص مقرب بيأذيك نفسيا جدا، أنت قبلتها مرة وأنت متضايق، لكن لو تكرر هذا الأمر من غير ما تتكلم هيشكل لك مشاكل متطابقة متكررة. أقولك على حاجة، طريقة كلام مثلا أنت مش بتحبها، نظرة معينة بتشعرك بالاحتقار، هنا تجيلك النصيحة من العالم روبن شارما في كتاب إلهامات يومية، يقول أخبر من حولك كيف يعاملوك. يعني مثلا مراتي ما بتحبش حد يقطعها، مديري ما بيحبش حد يتواصل مع ادارته الا من خلاله، امي ما بتحبش التاخير على ميعاد الغداء، واحد صاحبي ما بيحبش اقول له انها اتصل بيه وما اتصلش بيعتبره اهمال. انا اللي عايز مثلا العلاقه بتبقى بسيطه يصبر عليا في التليفون شويه، ممكن يكون مشغول في تصوير ولا حاجه. ابني ما بيحبنيش ادلعه قدام اصحابه. واحد صاحبي بيحب لما يتكلم اللي قدامه يسمعه وهو باصص له في عينيه ما يقطعوش. لازم نقول لبعض الحاجات دي طباعنا، ولازم تقول للي حواليك ازاي يعاملوك، وده من حق نفسك عليك، ان لنفسك عليك حقا. ولما بيكون في نظام بيننا وبين بعض المعامله بتبقى مريحه. اذا كان ربنا نفسه وبوضوح وبالتفصيل علمك تعامله ازاي، فقال لك مثلا احب الاعمال الى الله كذا وكذا، وفي عشرات الايات يقول في القران ان الله يحب، وفي عشرات الايات يقول ان الله لا يحب الظالمين المفسدين. فاللي بيدور على علاقة مع الله مستقرة هيلاقي ربنا أخبره كيف يعامله. وسيدنا محمد كمان عليه الصلاة والسلام قال لنا إزاي نعامله، أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، ومن آذى ذميا فقد آذاني. اللي يؤذي إنسان على غير دينه بيننا وبين بعض معاهدات للسلام وأذى، يبقى كده كأنه أذى النبي، كأن ربنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا لنا إزاي نتعامل معاهم حتى تكون العلاقة دايما في ازدياد وبناء. فتعال نعمل كمان إحنا مع بعض كده. أول حاجة فكر كويس وابدأ بالمقربين، اللي بيضايقك وبيعمل مشاكل متكررة واطلب قعدة مخصوص، عايز أتكلم معاك ولا عايز أتكلم معاكي في حاجة، وابدأ بالسؤال إيه اللي بيضايقك مني، عشان ده يظهر للي قدامك إنك حريص على العلاقة مش حريص على نفسك. أنت هتبدأ بإصلاح نفسك اللي بيضايق الناس منك، واطلب منه إنه ياخد كلامك وسؤالك وتعبيرك عن اللي بيضايقك في معاملته محط اهتمام، لأنك أنت لما تعبر عن الشيء اللي بيضايقك واللي قدامك يهمله ده هيجرحك، فاطلب منه يهتم بالكلمتين دول. وده من تطبيقات بفكرك إن لنفسك عليك حقا، من حق نفسك عليك تخبر من حولك كيف يعاملوك لو بيجرحوك بطريقة معينة في المعاملة. اللهم من على نفوسنا بالسكينة والسلام، وأكرمنا في أخلاقنا بالعطاء والسلام، واملأ أقوالنا بالرقي والسلام.